السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير خوتي. مرحبا بكم في قناتكم سيمو فلوغ. اليوم راح نديروا فيديو إن شاء الله، واش هما الأوراق المطلوبين اللي تجيبها معاك باش تتزوج بامرأة برازيلية هنا في البرازيل خوتي. في هذا الفيديو راح نشرحه لكم يعني واش هما الأوراق المطلوبين، ونعطيكم شوية نصائح على المرأة البرازيلية. واللي مش مشارك معنا في القناة يفعل الجرس ويشارك معنا في القناة خاوتي، تابعونا. الحاجه الاولى نبداو بالنصائح. كاين بزاف اللي حابين عندهم مدامات هنا في البرازيل وحابين يتزوجوا، ننصحكم خاوتي مجرد نصيحه برك. اذا كانت المراه اللي راك جاي ليها هنا البرازيل، اذا كانت ماشي خدامه وما عندهاش دار، يعني ما كان لها خويا، ما كان لها تجي تتزوج بها. هي من الاحسن انك تشوف واحده خدامه وتكون بدارها. علاش انت دوك انت جاي هنا تغرب باش تجمل على روحك، ولا كش ما دير ولا حاجه. اذا تزوجت بمراه ماشي خدامه وما عندهاش دار، يعني راح تفورني عليها. يعني هنا الزواليه تلقاهم كامل يطمعوا فيك، يعني تتفورني عليها، معناتها تولي تخدم عليها. هي من الاحسن انك تشوف وحده برازيلية يعني هنا في البرازيل تكون بدارها خدامة، ماشي زعما تعاونك انت والله تعطيك سوارد والله يعني ماشي نقصد لك من هذاك الباب. معناتها تكون هنا كي تكون لاباس بها تعود مهنية من روحها، هي مهنية من روحها ومليحة كي تكون عندها دار. يعني انت باش ما تكريش تعيش معاها في الدار وما تكريش تروح تخش تخدم على روحك، دبر حالك كيما يقول لك، وهي راها مهنية من روحها. اما اذا كانت ما عندهاش دار وماشي خدامه، دير في بالك راك راح تكري لها دار وراح تفورني عليها تخدم عليها، يعني ما درنا والو. خاطرش كاين بزاف جزائريين يعني يهضروا معايا وكي نسقسيهم يعني المراه تاعك هنا اللي راك جايها اللي راك راح تجي تزوج بها خدامه، يقول لي ماشي خدامه وما عندهاش دار. انا المهم نصيحه خوتي، نصيحه برك، يعني اذا كنت راح تتزوج بوحده زواليك راح تتجرجر معاها، يعني راح تفورني عليها وتتجرجر معاها. هذه هي خالتي. اما بالنسبه ندخلوا الاوراق تاع الزواج، ايه قبل ما ندخلوا الاوراق تاع الزواج خالتي، كاينه حاجه يعني ننصحكم خالتي اللي جايين هنايا باش يتزوجوا بمراه برازيليه. يعني انت ماشي تجي هنا البرازيل تروح تتزوج بها مباشره، ماذا بيك خويا انك تعيش معاها يعني مده يعني 5 شهور ولا 6 شهور وتشوف العقليه تاعها. علاه هنا ماشي البرازيلية كامل املاح، يعني قادر تطيح في وحده تاع مشاكل، يعني ما تولموش في العقليه، ما تولموش والله. تعيش معها 5 شهور 6 شهور وشوفها، اذا ولماتك ولقيتها عاقله وماشي تاع سهرات وماشي تاع خرجات وماشي تاع اصحاب تزوج بها، تقدر تتزوج بها عادي. واذا لقيتها تاع مشاكل وتاع خرجات وما على باليش والعقليه ما طيحش كيف كيف، يعني تقدر تبدل تشوف واحده اخرى يعني تناسبك. خاطرش كيما تزوج بها في الاوراق عادي تقدر تسيبارا معاها عادي نورمال، ماشي ما كان حتى مشكل هنا في البرازيل. المشكل انك كي تتزوج بها بالاوراق هذاك المشكل، كيفاش تسيباري معها. هذه يا خاوتي نصيحه. اما ندخلوا واش هما الاوراق اللي تحتاجهم تجيبها معاك من الجزائر ولا المغاربه ولا التوانسه ولا كامل. شوف هنا في البرازيل باش تتزوج بامراه برازيليه لازم تجيب معاك زياد يعني شهادة الميلاد، تجيب معاك شهادة العزوبية، وتجيب معاك شهادة السوابق العدلية، تجيبهم معاك هنا البرازيل. وقبل ما تجيبهم البرازيل لازم تصادق عليهم في وزارة العدل ووزارة الخارجية، وتروح للسفارة البرازيلية اللي في بلادك، يعني كما احنا الجزائريين تروح للسفارة البرازيلية في الجزائر، يعني يصادقوا لك عليها باش يقبلوا لك هنا تتزوج بالاوراق هذو. بعد ما تجيب هذو الاوراق مصادق عليهم في وزاره الخارجيه وزاره العدل والسفاره، تجيبهم هنا البرازيل
انك تروح تا المرأة نتاعك تروحوا الكارتوريو. الكارتوريو راهي تعرف المرأة اللي تكون رايح معها، يعني اللي رايح معها مرته راها توري له الكارتوريو الاقرب لهم، يعني هي توري لك الكارتوريو وين يجي. تروحوا الكارتوريو اول حاجة كي تروحوا ليهم تقولوا لهم انا رايحين نتزوجوا، يعطوكم ورقة فيها وش تجيب معك، يعني وش الاوراق اللازمة اللي تجيبها معك. يعطوها هي ورقة ويعطوك انت ورقة ويديروا لكم موعد في هذيك الورقة، يديروا لكم موعد وقت تجوهم. دوك كل موعد كيفاه، كاين اللي يمدوا له 10 ايام، كاين اللي يمدوا له شهر، كاين كل واحد كيفاه على حسب الكارتوريو اللي رايحين ليه. هذه يا خاوتي. ومن بعد الموعد تروحوا تجملوا الاوراق تاعكم، وش الاوراق المطلوبين، كيما انتوما قال لي يطلبوا فيكم الزيات، شهاده العزوبيه، ويطلبوا فيك شهاده السوابق العدليه. هادو اللي قلت لكم تجيبوهم من البلاد وتجيبوهم معك، من هادو يطلبوا فيها، وهي يطلبوا فيها الاوراق، تروح تخرج الاوراق نتاعها، ونهار الموعد ان شاء الله تروحوا كيف كيف يعني الكارتوريو تما، وتما تتزوجوا، تما تتزوجوا نهار الموعد هذاك تتزوجوا. خالتي وش نقول لكم، اي استفسار خالتي ابعثوا لي في التعليق، والله ابعثوا لي في خالتي اي استفسار، والله حاجه ما عرفتوهاش، والله ابعثوا لي في التعليق هنا في اليوتيوب، وراح ارد عليكم في اقرب وقت. بارك الله فيكم خاوتي، يعطيكم الصحه، وما تنساوش اللي يقدر يبارطاجي الفيديو وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. سلام.